مشاهدين الاعزاء، اهلا معاكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن الوكاله. قبل بس ما ابدا الفيديو، طبعا الناس اللي بتتابعني من زمان عارفين ان ده مش الانترو بتاعي. وايه مشاهدين الاعزاء اهلا، دي بصراحه انا فكرت بعد 150 فيديو بقولهم انا كل شويه اقول زيكم عاملين ايه كويسين، وانتوا اصلا ما بتردوش عليا. يعني اكيد انت مش من ورا الفيديو او من ورا الموبايل هتقولي الحمد لله، فانا قلت ايه، طب ما انا بسال وما بستناش الاجابه، طب ما انا اغير الانترو بقى واخليها حاجه محترمه كده. فحسيت ان كلمه مشاهدين الاعزاء اهلا، حسيت ان هي حاجه كده حلوه، فانا قررت ان انا اقولها. فانت برضو اكتبي لي في التعليقات مشاهدين الاعزاء اهلا دي حلوه ولا لا، عشان انتوا فعلا اعزاء بجد. المهم بقى نخش في مضمون الفيديو. انا نزلت الوكاله من العشر ايام اللي فاتوا، عشان متلخبطه ليه، العشر ايام اللي فاتوا نزلت الوكاله يوم الجمعه والوكاله يوم الاحد. هحط لكم لينكات الفيديو في صندوق الوصف على طول تحت الفيديو علشان ما تقعديش تلف عليه وتتفرجي عليه. الفيديوهين دول لقيت نسبه المشاهده بتاعتهم الحمد لله حلوه وعجبت الناس كلها، فانا اتحمست ان انا انزل لكم بقى الوكاله في يوم في نص اسبوع عادي. حتى والله انا مش فاكره نزلت يوم ايه بالظبط، يعني بس هو يوم مش فارق من جميع الايام، يعني هو يوم زي بقيه الايام عادي. ف الفيديو النهاردة بيتكلم عن هذا اليوم. بس انا فكرت تفكير كده بقول ايه، انا تيشرتات واشتريت، قمصان واشتريت، شميزات واشتريت، بناطيل واشتريت، فساتين واشتريت، فعايز حاجة جديدة. لان انا برضو مش يعني انا خلاص مبقتش محتاجة تيشرتات وقمصان وكده، وانتوا كده كده شفتوا الريفيوهات بتاعته، فانا مش عايزة اقعد اعيد وازيد في الحاجات اللي انا بشتريها، وانتوا كده كده شفتوا الحاجات دي. فقعدت اقول اشتري ايه اشتري ايه اشتري ايه، بما ان انا بتفرج على اليوتيوب كل يوم على الفيديوهات الاجانب اللي بيشتروا لبس زي لبس الوكاله عندهم كده، فيديوهات اسمها ثريفنج. فانا شفتهم بيقعدوا يشتروا حاجات هدوم قديمه قوي قديمه قوي، اللي هي عارفه انت اللي هي الهدوم القديمه قوي، انا قلت انا بعيد نفس الكلمه ما بشرحش معناها اصلا، اللي هي الهدوم اللي من السبعينات والثمانينات والتسعينات اللي هي الفينتج اللي هي القديمه خالص دي. فانا قلت خلاص انا هنزل ادور عليها في الوكاله، بما ان الوكاله فيها قديم وجديد وفيها كل حاجه بقى، وفيها حاجات اصلا ما نشوفهاش في الدنيا، في حاجات كده انت بتشوفيها بتقولي هو ده ايه، عمرك في حياتك ما شفتيها. فانا قلت انا هنزل اشوف الموضوع ده، فيلا بينا. ما تنسيش بقى قبل ما تتفرجي على الفلوج اللي انا هوريه لكم، عشان هوريكم فلوج كده انا بنزل اشتري ايه ولا عملت ايه، واوريكم كمان انا كنت بيحصل لي ايه في الشارع. استهدي بالله كده واعملي لي لايك واشتراك ويلا بينا. خمسة وتلاتين يا بدر بلوزة يا عم، بدر بلوزة خمسة وتلاتين وليه؟ خمسة وتلاتين وليه يا بدر بلوزة؟ هي حلوة بس فيها بقع، خلي بالك. بدر بلوزة؟ بس بنفس الوقت. فين بقى البقعة دي؟ عندي غير واحدة اهي، اللي بيت ضيق. ماشي. خمسة وتلاتين يا بدر بلوزة يا عم. Thank you.
ورجعنا تاني بعد الفلوج. شفتوا بقى الدنيا كانت ماشيه ازاي وانا كنت بصور ازاي. بصراحه الراجل انا كنت بقلب عنده الاستاند اللي هو اللي انتوا شفتوه ده راجل محترم قوي ويوافق ان انا اصور عنده. بس ايه يعني كان ملقلق كده كده، قال لي صوري يا بنتي صوري عادي. وهو بصراحه كان محترم وصورت فعلا واشتريت منه حاجات. طيب يا ترى بقى يا ساره، انت لقيتي الفينتج اللي انت كنت عاوزاه؟ يعني لقيتي طلبك ولا انت كنت عايزه جزمه ورحت تشتري شنطه؟ فهنشوف مع بعض الكلام ده دلوقتي. اول قطعه اشتريتها معايا هي القطعه دي. القطعه دي ده عباره عن تيشيرت او بلوزه، انا مش عارفه هي قماشتها مش قماشه تيشيرتات خالص، هي قماشه بلوزات. حسيت بقى عارفه انت صباح وشاديه لما كانوا بيلبسوا تيشيرتات بلوزات كده وبيدخلوها جوه البنطلون او جوه التيشيرت، هو ده نفس النظام بالظبط. وباين قوي عليه ان هو يعني موضه، يعني هو قديم قوي بس هي جديده خالص وكده. بس باين عليها يعني ان هي مش حاجه جديده، يعني مكتوب عليها برلين ماشي، وفيها فتحتين كده من جوه من الطرف كده عليها فتحتين. طبعا هو فيه عيوب بسيطه، يعني هو بيتباع سعره مش غالي قوي، علشان بصوا يعني في بقعه بني، ما اعرفش البقعه دي هتروح ولا لا. بس انا مش فارق معايا، لان كده كده انا هدخله جوه البنطلون، يعني هلبس بنطلون هاي ويست كده زي بتوع زمان وهدخل فيه البلوزه دي او التيشيرت ده. كان اول حاجه معايا. غير كده اللي انا اشتريته، انا لفت قوي نظري اللون الاصفر، عشان ما عنديش اي حاجه في الدولاب لون اصفر، فانا قررت ان انا اشتري حاجه لون اصفر يعني تجديد. ما اعرفش بقى لايق عليا ولا لا. لو مش لايق عليا قولي لي لايق عليا عشان خلاص اشتريته. دي كانت اول قطعه. تاني قطعة بقى كانت البلوزة دي. البلوزة دي اصلا انا اشتريتها كانت من نفس الستاند بتاع البلوزة الصفرة دي، بس كانت البلوزة دي بأوبليتات، فهي الناس كلها بتبعد عنها عشان هي أوبليتات. بس اللي لفت نظري فيها الشغل اللي على الايه اللي هو على الجناب ده، عجبني قوي. حسيت بجد ان هي قديمة قوي، وفعلا هي قديمة. بصوا اصلا التيكت بتاعها تحس ان هو لونه مصفر كده، والقماشة ذات نفسها يعني انا غسلتها حتى هي كانت مفرودة. معرفش بصراحه انا بغسل هدوم بيحصل لها ايه، بس هي كانت مفروضه، بس هي ممكن تتكوي على بخار، بس عشان ده لو اتحط عليها مكوه هتتحرق وهزعل. دي بقى لقيت طب استنى بقى انا هوريك الاوبليتات. A few moments later. انا جيت زي ما قلت لكم دي كان فيها اوبليتات. اوبليتاتك فين يا ساره؟ الاوبليتات اهي، كان فيها اوبليتات وخلاص قصيتها عادي، قصيتها عادي يعني مفيش مشكله. والبلوزه بقت شكلها حلو، وبرده متخيلها على بنطلون ادخلها فيها. ودي بقى ايه الستايلات القديمه قوي، كنت بدور على ستايلات احط لكم صورها. طبعا كنت بدور على الستايلات دي قوي، يعني هو انا نازله على الستايل ده، كنت نازله على الستايل اللي هو قديم كده ما بيبانش عنها ان هي جديده، بس هو عجبني. كان في منها اشكال كتير قوي على فكره، كان في حاجات بقى يعني فينتج قوي، بس يعني ما جبتهاش عشان كانت مقاساتها صغيره، وفي مقاساتها كبيره، وفي حاجات مش هتلاقيها على لون بشرتي، عشان طبعا بهتم بلون بشرتي قوي والهدوم اللي بتلاقي عليها طبعا. فالله انا بجيب اي حاجه بجد، بس لازم تكون لايقه عليا. المهم بقى ان انا يعني اكتفيت بدي، علشان ايه يعني انا كنت عايزه قطعه كده. وبعد كده بقى اشتريت من الراجل اللي انا صورت عنده ده، اشتريت البلوزه دي بقى. ايه دي بقى عجباني قوي، بس هي طلعت صغيره عليا شويه، فانا هخسلها يعني. انا باكل سندوتشين هاكل سندوتش عشان اخس. المهم دي بقى عجباني قوي. عارفين انتوا الاستيلات اللي هي القديمه دي برضو دي بس دي ده بقى يعني انا حاسه ان هو مش قديم، بس هو ستايل قديم، بس هي جديده يعني. هي قماشتها جايه على قماشه الملايات شويه، عارفه انت قماشه الملايات هي تحس ان هي لابسه ملايه، بس حلوه. انا لسه ما لبستهاش عشان طبعا قلت لكم ان هي صغيره عليا، بس عجبتني قوي تفاصيلها وفيها دانتيل كده. طبعا غسلتها وكويتها وعجباني قوي، وستايلها حلو. دي لو اتلبست على قميص كده زي اللي انا لابساه طويل طبعا هيبقى شكله حلو. لو انت مش محجبه هتلبسها تحتها قميص برضه عشان هي قصيره قوي، يعني هنهزر. انت فاكرين هقول لك البسيها وضهرك وبطنك يبان ولا ايه؟ الكلام ده مش عندي. بس هو ده مشتريات اللي انا اشتريتها في نص الاسبوع من الوكاله. رينج الاسعار كان حلو،
المكان ما لفتش قوي، يعني شاريه بلوزتين من راجل وبلوزه من راجل، وما اشتريتش حاجات كتيره قوي عشان انا قلت لكم ان انا بدور على حاجه معينه، ودي الحاجات الفينتج اللي انا لقيتها في الوكاله في اليوم ده. طبعا انا هعمل لكم فيديو للحاجات الفينتج بقى اللي انا اشتريتها عموما من الوكاله كلها، ده فيديو لوحده عشان ما نقعدش نرغي ونزيد ونعيد ونخلص لكم الباقه بتاعتكم على الفاضي. انا كده وريت لكم انا اشتريت ايه، وعرفتكم ان الوكاله في اي يوم شغال عادي. طيب في سؤال بقى بيتسال لي عايزه اجاوب علشان ما تسالهوش، احنا بنروح الوكاله ازاي من واحنا راكبين القطر، بنروح الوكاله ازاي وانا جايه من اي حته. انا عملت فيديو قبل كده بيتكلم عن ان ازاي تروح الوكاله، هحط لكم برده اللينك في صندوق الوصف. بس عموما انت بتركبي عربيه اسعاف بتنزلك عند دار القضاء، وهو اصلا الوكاله قدام دار القضاء، يعني دار القضاء هقول يعني ايه، هو اسمها ايه انا نسيت، دار القضاء العالي، هتلاقي كوبري هتعدي هتلاقي بقى اصلا الوكاله كلها. او بقى لو انت جاي من ناحيه النيل من عند البنك الاهلي، فانت بتنزلي عند الكورنيش وقولي لحد اي حد انا عايزه انزل بولاقه بالعيله او انزل الوكاله دي، حته معروفه قوي يعني اشهر مكان في الحته دي اصلا يعني، فاللي هي يعني هي العنوان بتاعها سهل قوي فاهمه، يعني انت تنزلي بس وسط بات كانك في الوكاله خلاص. انت هتلاقي ستاند تقعدي تمشي بقى ورا الاستاندات، عارفه اللي هي ايه بدات تندع، هتلاقي ستاند 2 10، هتلاقي بقى بعد كده الدنيا كلها ايه بقت ظريفة، ولف لفتك برضو وظبطي نفسك. بس ده السؤال اللي بيتسأل لي على عنوان، عشان في ناس بيجوا من المحافظات، على فكرة انا برضو ساعات باجي من المحافظات عادي، فهي الدنيا مش صعبة قوي، انت لو نزلتي بدري من الساعة 10 هتروحي على الساعة 4 بالكتير قوي، فبس هتفرحي يعني تبقى تجربة جديدة على الاقل. و بس كده بس كده. المهم بقى تابعوني على الانستا علشان بنزل اليوميات بتاعتي هناك، ولو اي حد عنده سؤال او عايز يسال بقى استفسار طويل يكلمني على الانستا برد عليهم. ومش عايزه ناس تستظرف، عشان في ناس بتخش تستظرف، يعني انا ما عملتش حاجه عشان الناس تستظرف ماشي، يعني خلي اللي انا بقوله يبقى مفيد ليك، ومش مفيد يعني تتعبي نفسك ليه وتقعدي تدوسي على زرار الكيبورد، تستهلكي موبايلك ليه على الفاضي، يعني ملهاش لزوم بجد، ملهاش لزوم غير ان انت بعض اقول البت الهبله اللي ايه الكلام الهبل اللي هي بتكتبه ده، ما تديش لنفسك غير التهزيق اصلا على فكره. بس هو كده الفيديو بتاعي خلص، رب يكون عجبك، وتابعيني الفيديوهات الجايه، وما تنسيش اللايك والاشتراك، ويلا باي باي.